حجر السجان السجان تمسحو. تبالك حجر تبال النار خوار وشوب زاد حجار قبان وشوب الخضار في النحو مزال تشوب وارد عمود وفم ديار قصن جلتيها مضروبة من دخوار وشد من عار نوب السجان مجدوب من أخوار وتبني من عار نوبت 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 سجانة مجدوب. أخلاق حجم كنت في دار زرقي بعيد تبجوب عرض إخباري نقدم لحضراتكم من قناة العيون، أهلا بكم. أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط الليلة الماضية أحكاما تتراوح ما بين 20 عاما سجنا نافذا والسجن المؤبد ضد المتهمين في الأحداث المتصلة بتفكيك مخيم قديميزيك بالعيون، وقد حكم على 9 متهمين بالسجن مدى الحياة من بينهم متهم في حالة فرار، وحكم على 4 أشخاص آخرين بالسجن 30 عاما و8 متهمين ب25 عاما وعلى 2 ب20 سنة، بينما حكم على 2 من المتهمين بمدة الاحتجاز. مراسلة لمحمد نوار. خلال المداولة وبعد فحص دقيق لجميع الملفات استمرت ساعات طوال، أصدرت المحكمة العسكرية أحكامها في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم قديميزيك وفق التهم الموجهة لهم. 9 متهمين بالسجن المؤبد ضمنهم الموجود في حالة فرار، و4 متهمين ب30 سنة سجنا نافذا، 8 متهمين ب25 سجنا نافذا، ومتهمان ضمنهما متابع في حالة سراح مؤقت ب20 سنة سجنا نافذا، وقضت في حق 2 آخرين حكما بما قضي. الأحكام اعتبرها المراقبون الدوليون والحقوقيون بالمنصفة والعادلة. ما أمكننا ملاحظته وأن العدالة نفذت وأن الضحايا والأباء والأرامل المكلومات واليتامى وأسر الضحايا استشفوا بأن المغرب دولة قانون وأن العدالة تمت بكل شفافية. المحاكمة كانت من أول أطوارها إلى آخرها بمحاكمة عادلة من كل النواحي. الحكم مجملا كانت يعني المحكمة عادلة، صراحة المحكمة عادلة. مجموعة من المحامين الذين ينتمون لهيئة الدفاع تابعوا أطوار المحاكمة واعتبروها عادلة باستجابتها لشروط النزاهة والشفافية وللمعايير المعمول بها دوليا. على كل حال أنا حضرت بعض الجلسات وحضرت هذه الجلسة ديال اليوم، ما بان لياش أن هناك روح انتقامية من طرف المغرب. حاول المحكمة الدائمة العسكرية حاولت تنصف على حسب القناعة اللي وصلوا لها. أعتقد أن الأحكام ربما في نظري أنه تم مراعاة بعض الظروف التخفيف، لأن الأمر لم يجي من النطق بتاتا بعقوبة الإعدام، وهذا بالنسبة إلى أنا يريحني كثيرا. بعد أيام إذن من الاستماع والمرافعات يسدل الستار على أطوار محاكمة المتهمين بأحداث قديميزيك الذين توبعوا من أجل تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد القوات العمومية الذين نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك، كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة أعطت للمتهمين حق النقض في الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 8 أيام. في إطار أسبوع السلامة الطرقية نظمت صباح اليوم بشاطئ فم الواد المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالعيون بشراكة مع المجلس القروي لفم الواد والمديرية الجهوية للثقافة وجمعية أرباب سيارات تعليم السياقة نشاطا توعويا بمخاطر حوادث السير. محمد مصطفى خيا وعبد الله المحمودي.
يأتي هذا النشاط تزامنا مع أسبوع السلامة الطرقية والمنظم تحت شعار السلامة الطرقية التزام شراكة ومسؤولية. نشاط ضم برامج مختلفة استفادت منها ساكنة شاطئ فم الواد، والهدف توعية هؤلاء بمخاطر حوادث السير وكيفية التغلب عليها. خليدة اليوم ضمن برنامج متواصل من البداية يوم الثلاثاء 12 فبراير ورسامر حتى اليوم الاثنين غدا إن شاء الله. هذه الصبيحة هذه تم التنظيم ديالها بالتشارك مع الجامعة القروية في المواد. هذه أول مرة النشاط تنعموا على المجال القروي لكون السلامة الطرقية مشكل ماشي مشكل حضاري من شي زعما تيهم المجال الحضاري والمجال القروي. يتم تنظيم مجموعة من البرامج ومجموعة من الفقرات الموجهة لمختلف فئات مستعملي الطريق. اخترنا هذه السنة الانفتاح على العالم القروي خصوصا جماعة فم الواد من أجل استفادة الأطفال المتمدرسين من ورشات للتربية الطرقية من الحلبة المتنقلة ومن استعراضات للأجهزة المختصة بالإسعافات وبالمراقبة. وينظم هذا النشاط التربوي بشراكة مع عدد من الفاعلين في الميدان حرصا على توعية أرباب سيارة تعليم السياقة وكذا تلاميذ المؤسسات التعليمية بضرورة احترام قانون السير وخلق فضاء خال من حوادث السير. يتوجب علينا جميعا الانخراط بكل جدية ومسؤولية في كل البرامج الهادفة التي تروم وضع حد لهذه الآفة. قامت جمعيتنا بخلال بمناسبة اليوم أسبوع السلامة الطرقية بنشاط في شاطئ فم الواد لتحسيس بخطورة حوادث السير وتوعية الجميع بأن مسؤولية على كل واحد منا أن يقوم بما عليه من أجل السلامة الطرقية. يوم الغد 18 من فبراير هو اليوم الختامي لتخريج أسبوع السلامة الطرقية وتستحضر خلاله مجموعة من المنجزات حققت في هذا المجال وكذا سبل العمل على التخفيض من نسب حوادث السير على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من الجمعيات والإدارات الجهوية المعنية بالنقل والسلامة الطرقية وكذا شرطة المرور نظمت عدة حملات تحسيسية توعوية تنبه إلى خطورة عدم احترام الطريق والتهور إضافة إلى حملات لتنظيم ممرات الراجلين. محمد تروزي ومحمد يداس لديهما المزيد حول أهداف الحملات التحسيسية التي تشهدها الداخلة على مدى أسبوع السلامة الطرقية في الروبورتاج التالي. حملة تحسيسية لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني. ناشطون بالحقل المدني أشرفوا على الحملة التي تم خلالها تذكير بأهمية احترام قانون السير مع التنبيه بمخاطر الطريق التي تحصد الآلاف من الأرواح سنويا في حرب معلنة بشكل خفي لا تفرق بين الكبير ولا الصغير. الإنسان الرجل يحترم ممر الرجلين ويطلع فوق الرصيف والسائق عليه يحترم المواطن. مضايقات مالي ديال مالي القهاوي ومالي البوتيكات بالنسبه لشارع التيرس وبالنسبه لاربعة مارس مضايقات مع مالي الحوان تخرجين لا سيره والراجلين يضطروا يزوزوا من بلاصه الوتات ياك فاهم. تلاميذ بعض المدارس لم يفوتوا اسبوع السلامه الطرقيه فشاركوا في تنظيم عمليات لتشوير ممرات الراجلين قرب بعض المؤسسات التعليمية واعيا منهم بمخاطر الطريق ومدى أهمية احترام علامات التشوير وممرات الراجلين. بغي نوصل جميع المواطنين بأن نوريهم الممر للراجلين والسائقين اللي يمروا منه وليس من الطرق أشبل من الممر للراجلين. وأقول لقد حصلنا على رقم قياسي في عدد الوفيات من 4000 قتيل الذين ماتوا في حوادث السير. يبقاو يمرضوا الراجلين من ممر الراجلين وما يبقاوش يمشيو من الطرقات باش يخفضوا الوفيات ديال هذا العام، يكون الوفيات ديال هذا العام قليله. الحملة التحسيسية حول السلامة الطرقية بالداخلة تشمل جميع الفئات العمرية وكافة مستعملي الطريق من راجلين وسائقين بهدف توعية الجميع بالمسؤولية المشتركة في احترام قانون السير.
80 لترا هو معدل الحليب الذي يتم إنتاجه يوميا بتعاونية البركة الفلاحية ببوجدور. هذه التعاونية أنشئت سنة 2003 بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أنها تعاني من إكراهات تعوق النهوض بالقطاع الفلاحي بالإقليم. المزيد مع مليكة المرابط ومحمد شارة. 2003 كانت هي السنة التي أحدثت فيها التعاونية الفلاحية البركة لتربية الأبقار الحلوب بجماعة جريفية ببوجدور، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه التعاونية توفر الشغل لأربعة مستخدمين وتقوم أيضا بتربية المواشي وإنتاج الكلى، لكنها تعاني إكراهات تتمثل في غلاء الكلى وغياب الاستمرارية فيما يخص المراقبة البيطرية. كان مجموعة ديال الإكراهات، كاين عدم الدعم، لأن تقريبا أي تعاوني بالنسبة للجانب كتعاني من هذا الجانب اللي هو تقريبا الدعم. فعلا كاين مبادرات، لأن هي أي إنسان باغي يدير تعاوني فلاحية بالنسبة للصحراء راه بدا يجبر مجموعة ديال الإكراهات. أول المسألة كاين الطقس، تقريبا المناخ، كاين قلة الموارد المالية وحتى البشرية، لأن حنا ياسر من المشاريع ما كنعرفوها غير كنقبضوها عن النقل. 80 لترا من الحليب هو معدل اللترات التي يتم إنتاجها من خلال عملية حلب 6 بقرات خلال اليوم الواحد، عملية تتم عبر طقوس خاصة. كنبداو مع الصباح مع 8، كنسالو مع 10، كنحلبو، كنعلفو، نبداو في العلف، كنكملو العلف، كنعطيو العلف الاخر ديال 12 مع الوحدة، كنمشيو ثاني كنصيفط الخدامة يمشيو مع ديك الربعة والثلاثة ونص، كيبداو في الفصة في الربيع. مشروع تربية الأبقار الحلوب هو تحد نظرا لقساوة المناخ الصحراوي، مما يستوجب تضافر جهود المستثمرين والقطاع المعني لتشجيع هذا النوع من التعاونيات والنهوض بالقطاع الفلاحي عامة. تطوير تدريس اللغة الإنجليزية بالمؤسسة التعليمية موضوع اتفاقية لشراكة كانت قد أبرمتها الوزارة الوصية على القطاع مع المصالح الثقافية التابعة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط. تدخلات الاتفاقية تم إبرازها خلال اللقاء التشاوري التكويني الذي انعقد بطنطان. حافظ محذار وعبد الرحيم حجي. ورشة بيداغوجية تلامس جديد الوسائل والتقنيات المعتمدة في تدريس اللغة الإنجليزية، حلقة تكوينية ينشطها أساتذة استفادوا من دورات تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج شراكة بين وزارة التربية الوطنية والدائرة الثقافية التابعة للسفارة الأمريكية برباط، وذلك بهدف الرفع من قدرات ومهارات المدرسين وإطلاعهم على التجارب الحديثة في تلقين اللغة الإنجليزية. نعمل بجهد هنا بالمغرب لمساعدة أساتذة اللغة الإنجليزية عبر دعمهم ببعض التدريب الإضافية وبرامج متبادلة أحضرناها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب، ونرسل أساتذة آخرين للتدرب هناك. جينا في زيارة المدينة طنطان باش نحضروا لواحد الورشه بيداغوجيه اللي غادي يترأسها واحد الاستاذ ديال اللغه الانجليزيه بمدينه طنطان، اللي استفد من واحد البرنامج ديال التبادل الثقافي في جامعه الاوريغون في الولايات المتحده الامريكيه. من الحوايج اللي كركز عليه هذا البرنامج هو ان خاص الاستاذ اللي استفد من هذا البرنامج ينظم ورشه او ورشتين على الاقل لفائده الاساتذه باش يتقاسم مع الاصدقاء ديالو الخبره اللي خدا من هذه الجامعه الامريكيه. هذا النشاط ياتي لمساعدة الأساتذة على تطوير مهاراتهم الدراسية وكذا مدهم ببعض التجارب الناجحة في تعليم اللغة الإنجليزية. محطة تواصلية تأتي في سياق التكوين المستمر لأساتذة اللغة الإنجليزية الرامي إلى تمكينهم من آليات تساعد على تطوير تدريس لغة شكسبير بفصولهم الدراسية. بالعيون عقد حزب العدالة والتنمية مؤتمره الإقليمي الرابع. المؤتمر ناقش خلاله أعضاء الحزب مجموعة من النقاط. محمد مصطفى خيا وعبد الله المحمودي.
يأتي تنظيم المؤتمر الإقليمي الرابع لحزب العدالة والتنمية بمدينة العيون تحت شعار لا حياة سياسية بدون مصداقية وتوافق، ويندرج في إطار اللقاءات التي سطرها الحزب محليا لاستكمال صرحه التنظيمي على الصعيد الجهوي. يكون بذلك قد استكملنا صرح التنظيم للحزب داخل حزبي أو داخل جهتي العيون بجذور الساقية الحمراء. ينعقد كذلك تحت شعار لا حياة سياسية بدون مصداقية والتوافق. المسألة الأخرى كذلك نطلب من الله عز وجل أن يوفقنا في اختيار كاتب إقليمي جديد يكون في مستوى المرحلة المقبلة. نتمنى إن شاء الله من خلال هذا المؤتمر بأنه تأتي بقيادة جديدة، قيادة إن شاء الله نتمنى تكون قيادة شابة فيها الجانب النسائي ومجموعة من المناضلين الذين سوف إن شاء الله يكون عندهم أمل معقود طبعا على المواطنين على الساكنة في فتح مجموعة من الملفات المقبلة، خصوصا ونحن الآن مقبلين على الانتخابات الجماعية. نقاط مختلفة ركز عليها المؤتمر الإقليمي الرابع لحزب العدالة والتنمية بالعيون تتمثل في سبل تعزيز الجبهة الداخلية للحزب محليا قبيل الانتخابات الجماعية، وكذا دراسة كيفية تطوير عمل الحزب بالإقليم على مستويات عدة. رياضيا، احتضنت صبيحة اليوم القاعة المغطاة التابعة لمركب الشيخ محمد لغف فعالية البطولة المديرية لرياضة الكاراتي في صنف التباري، وعرفت البطولة المنظمة من طرف عصبة الساقية الحمراء للكاراتي مشاركة أزيد من 115 مشارك ومشاركة. أحمد هبان وبوجم عزاوي كان هناك وعاد لنا بالروبورتاج التالي. بالقاعة المغطاة التابعة لمركب الشيخ محمد الأغضف بمدينة العيون جرت أطوار البطولة المديرية للتباري في رياضة الكاراتي والمؤهلة للبطولة الجهوية التي ستحتضن مدينة العيون نهاية الأسبوع المقبل. البطولة عرفت مشاركة منصف ليريد بطل المغرب لفئة الأشبال في الكاتا والتي حققها بحر الشارع المنصرم بمدينة الرباط. فماذا يقول لنا بطل المغرب بخصوص هذا التتويج؟ أنا فرحان باللقب اللي كنت ديت، وكنتمنى ندي شي لقب آخر في التباري، وكنشكر الأستاذ ديالي فرح اللي دار معنا مجهودات كبيرة بزاف وضحى معنا من هنا للرباط، وكنشكر ماما وبابا اللي ساعدوني. البطولة المنظمة من طرف عصبة الساقية الحمراء للكاراتي عرفت مشاركة زيادة من 115 مشاركا ومشاركة يمثلون 8 جمعيات رياضية وتحت إشراف 29 حكما، ويستحسن الحاضرون المستوى التقني للأبطال المشاركين في جميع الفئات، وهي فئة الكتاكيت والبراعم والأشبال وفئة الصغار ذكورا وإناثا. اليوم شاركنا في هذه البطولة ديال الكومبا المديرية وتأهلت البطولة الجهوية، وكنتمنى نتأهل البطولة الشطرية ومنها الوطنية. اليوم في إطار أنشطة المبرمجة للموسم الرياضي الحالي تنظم مديرية العيون للكاراتي البطولة الجهوية البطولة الإقليمية في التباري التي ستؤهل كل المشاركين الفائزين لهذا اليوم إلى البطولة الجهوية التي ستجرى الأسبوع القادم أي يوم الأحد القادم. وهذه البطولة الحمد لله كما تابعتم فهي تعرف حضور مكثف لجميع الأندية المنضوية تحت لواء مديرية العيون للكاراتي. وفي ختام هذه البطولة المديرية تم توزيع الشوائد والميداليات على مختلف الفائزين والفائزات ضاربين لهم موعدا نهاية الأسبوع المقبل مع البطولة الجهوية. جديد الصحف الوطنية ليوم غد الاثنين في تقرير لسالك رحال. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية صباح التي كتبت في صفحتها الأولى: أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية منتصف ليلة أمس السبت بالرباط أحكامها في ملف المتابعين في أحداث كديميزيك والتي أودت في حياة 11 عنصرا من الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية إضافة إلى 70 جريحا. وتراوحت الأحكام بين المؤبد و20 سنة كما قضت في حق متهمين بما قضيا وبمصادرة المحجوز. ووضحت الصباح بأن هيئة المحكمة استمعت للكلمة الأخيرة للمتهمين يوم أمس السبت والتي نفوا فيها الاتهامات الموجهة إليهم.
يومية أخبار اليوم المغربية تطلعنا في صفحتها الرابعة من عدد يوم غد الاثنين بأن حزب جبهة القوى الاشتراكية أبرز حزب جزائري معارض دعا إلى إعادة فتح الحدود مع المغرب والاستفادة من العمالة المغربية لا سيما في مجال الفلاحة. وذكرت أخبار اليوم المغربية أن السكرتير الأول للجبهة علي العسكري في لقاء رسمي بالجزائر قال يجب إعادة فتح الحدود مع المغرب، كما قال بأن هذه فرصة لتجديد مطالب تحقيق الاندماج الإفريقي المغربي. صحيفة الأحداث المغربية كتبت في صفحتها الثالثة من عدد يوم غد الاثنين بأن قمة رؤساء دول وحكومات تجمع دول الساحل والصحراء دعت البلدان الأعضاء بالمنظمة إلى مواصلة تقديم دعمها لتحقيق استقرار الوضع في مالي بشكل نهائي ومحاربة شاملة للإرهاب. وأضافت الأحداث المغربية بأن قادة بلدان الساحل والصحراء يوجهون نداء إلى جميع أعضاء التجمع بهدف مواصلة دعمهم للعمليات السياسية والدبلوماسية والعسكرية بغية التوصل إلى استقرار نهائي في مالي ومحاربة شاملة للإرهاب والجريمة المنظمة. يومية الأخبار تطلعنا في ملحقها جهات بأن مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بقليميم أحالت على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير منتصف الأسبوع الماضي 3 أشخاص يشكلون عصابة إجرامية اقترفت العديد من السرقات الموصوفة وخلقت جوا من الرعب بين التجار وسكان المدينة. وأضافت الأخبار بأن ذلك جاء بعد تكرار عمليات السرقة الموصوفة التي تعرضت لها عدة متاجر بمختلف أحياء المدينة ونسجت حولها الحكايات وكثرت بشأنها الروايات والتأويلات بل وغدت حديث المجتمع بمدينة قليميم. انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة المعلومة التوبالي عن سن تناهز 96 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة توبالت أهل الحبيب. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى الفقيدة زرقي ملخوت بنت محمد ولا المحجوب والمحمد العروسي، الفقيدة تنتمي لقبيلة زرقيين تسعيد. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى الفقيدة تبيوي حفيظة عن سن تناهز 53 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة زوفيط. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونختم الآن النشرة بحالة الطقس المرتقبة ليوم غد إن شاء الله، حيث ستظل السماء صافية إلى قليلة السحب. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 11 درجة بقليميم و16 درجة بسيدي إفني. أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 28 درجة بسمارة والعيون و22 درجة بسيدي إفني. حالة الموج بالواجهة الأطلسية قليل هيجان إلى هائج من طرفايا إلى الداخلة. شروق الشمس سوف يكون بحول الله على الساعة 7:32، أما غروبها فعلى الساعة 6:42. درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة 34 درجة بنواكشوط، 30 درجة بنواذيبو، 15 درجة بلاس بالماس و17 درجة بالرباط. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم للموقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية على الساعة 4:15. شكرا لكم على طيب المشاهدة وإلى اللقاء.